ثانيا يمكن انت اتكلمت في نقط كتير قوي دلوقتي، لو هرد مثلا على حته الغيابات وقد ايه كانت مقصره، واكد كلامك طبعا قد ايه كانت الغيابات مقصره، بس يمكن ده كمان يا احمد يحسب لفايلر المدير الفني، وانه قد ايه هو قدر يتعامل في الموسم ده، الموسم الصعب ده، سواء لظروف كورونا او للغيابات اللي فعلا ضربت النادي الاهلي بسبب حاجات كتير قوي، سواء لعيبه بسبب الاصابه او الانتقالات او غيره او ايقاف، لكن الحقيقه فايلر قدر يتعامل مع ده بشكل احترافي جدا، بشكل بروفيشنال جدا، وقدر ان هو يلعب على المعطيات اللي عنده، قدر ان هو يوظف لعيبته بالطريقه اللي عنده او من خلال اللي عنده. هو نفسه قال ان هي دي كره القدم الحديثه، انه خلاص انا لازم اتعامل مع ان في غيابات في الفريق، ولازم انه هلاعب اللعب في اكتر من مركز حتى لو مش مركزه الحقيقي او الصريح. وده الحقيقه يحسب لفايلر، يحسب له كمان يا احمد ان هو قدر يكسب ثقه جماهير النادي الاهلي في وقت قليل قوي، وده مش سهل انه يتعمل، لانه دايما بناكد في السادسة وفي قناة الأهلي وكل الناس عارفة قد إيه جمهور الأهلي جمهور واعي وجمهور مثقف وجمهور فاهم كويس قوي، فاهم كورة وفاهم فنيات، فإن هم بعد ما يبقى في مدرب جاي وفي انتقادات كتير عليه، وإنه ليه مجلس الإدارة اتعاقد مع فايلر بالتحديد اللي مالوش سي في قوي، اللي مالوش سي في في أفريقيا، طب ده هيجيب لنا أفريقيا إزاي، طب ده هيعمل إيه في الدوري، كل ده فايلر في وقت قليل قوي قدر إن هو يخلي الآراء دي كلها تتغير، وقدر إن هو يوري الناس إنه في تطور الحقيقة في الفريق، فريق النادي الأهلي، سواء على المستوى الجماعي أو مستوى لعيبة بعينها. فده يحسب جدا لفايلر إن هو يقدر يكسب ثقة الجماهير في الوقت ده.